الخبر هذا يفضح نفاق إيران. إيران عندما تدعي بأنها لن تسمح باستخدام الأراضي العراقية والجو العراقي أو البحر لتهديد أمنها القومي، بينما هي تستخدم الأراضي العراقية والسماء والأرض والبر ولتهديد ومحاولة ضرب دول أخرى. هنا يتضح نفاق إيران في تعاملها مع الملف الإيراني. هذا أول شيء. الشيء الثاني، أعتقد التوقيت الآن مهم جدا بسبب يعني تفكير إدارة بايدن برفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب. فإسرائيل تحاول أن توضح من خلال الخبر هذا بأن هنالك تهديد حقيقي ومباشر من الحرس الثوري الإيراني إلى أمن إسرائيل، ولكن أيضا إلى أمن الحلفاء في المنطقة، ومن ضمنهم طبعا العراق اللي يعتبر حليف أمريكي. هنالك تهديد مباشر من الحرس الثوري الإيراني، فأي محاولة للتفكير برفع الحرس الثوري الإيراني هو عن قائمة الإرهاب يعني ضرب أمن المنطقة كلها عرض الحائط. طيب، ولكن كان هنالك حديثا والعديد حقيقة من اللقاءات بيني وبينك، وكنت تتحدث بأن الاتفاق النووي لن ينجح، لن يصل إلى طريق للنجاح بحسب الظروف التي كانت في الفترة السابقة عندما تحدثنا بالتأكيد حول هذا الموضوع. لا تعتقد بأن الأمور الآن وصلت إلى عكس ذلك الآن، وبأن الولايات المتحدة الأمريكية ستقوم بإنجاح هذا الاتفاق النووي؟ السؤال هنا، ما الذي تغير برأيك في ظل ما يجري الآن حول هذه المفاوضات؟ نقطتين دكتور أحمد. احنا قلنا في ذاك الوقت بأنه إذا لم يحدث أي متغير، يعني حرب أو شيء من قبيل، قد يغير المعادلة على أرض الواقع. هذا ما حصل في الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا. أنا أعتقد هذا المتغير أدى إلى تداعيات كبيرة على المستوى الإقليمي والدولي. هذه نقطة كلش مهمة، وخلت تدفع يعني نسمي الطرف الأمريكي باتجاه التحقيق إنجاز بالسياسة الخارجية الأمريكية بأي شكل من الأشكال قبل الانتخابات اللي راح تصير في الوسط، يعني في نوفمبر السنة هذه، وقد يخسر الحزب الديمقراطي هذه الانتخابات. فهذه نقطة كلش مهمة. النقطة الأخرى باعتقادي، يعني لحد الآن أمريكا، يعني قرأت بعض الأخبار بأنها قالت إن صحيح أنها ستحاول الوصول إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن مع إيران، ولكن ليس يعني بأي ثمن. فأنا ما أعتقد أنه حتى لو وصلوا إلى اتفاقية راح تكون بهذا الشكل، بأنها ترفع أمريكا الحرس الثوري عن قائمة الإرهاب وترفع الحصار الاقتصادي عن إيران مثل ما تعتقد إيران. أنا أعتقد راح حتى لو وصلت إلى اتفاق راح تبقي على أكثر يعني خلينا نسميها عوامل الحصار الاقتصادي والدبلوماسي والسياسي على الحرس الثوري وعلى ايران، راح تخليها في مكانها، ما راح ترفعها. بس مع ذلك انا اقول احتماليه الوصول الى اتفاقيه في ظل هذه الظروف صارت اكبر، لانه امريكا بدات تحاول انها تسحب ايران عن طريق الاتفاقيه تجاه امريكا بعيدا عن روسيا والصين. ولهذا باعتقادي انا تراهن على ايران اكثر من حلفائها في دول الخليج.